السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهد قناة شوف تي في، مرحبا بكم عبر هذا البث المباشر الجديد. معنا واحد الشاب تيقول لك انايا خرجتني مرت كبرت الزنقة وتلوحني الزنقة، يعني باش والمشكل باش غادي نقربوك مشاهد قناة شوف تي في، غادي يعاود لكم التفاصيل كاملة. تقول لك بغيت تصيفطني الحبس، عندي بزاف د الحوايج. السلام عليكم، انا خوشي عنده مشكل مع مرت كبرت، ماشي مع بو، مع مرت كبرت. مرت كبرت واخا راه ديما كدير لي هادشي، ديما كدير معايا بحال هكا هاد المشاكل، وانت اللي باغي تخرجني من الدار. صح، انا فاش كنمشي كنريح عند مو يومين 3 ايام كنجي كنلقاها دايره لي، كدير شي حاجه من راسها كتنور المشاكل بيني وبينك. بوم مابقاش كدوي، بوم كدويش معاه مده عام، ساكن معاه في الدار وما كيدويش معاه في طريقه هي. بوم باغي يدوي معايا ولكن في طريقه هي كيخاف وما عرفتش بالو. اش نقول لكم هاد السيده هادي راه باغا تسافرني للحبس، ديكلاري بيه انا وكا باغا تسافرني انا للحبس. علاش هي باش ندير الجيزه في الكوميساريه باش مابقاش نجي عندها؟ انا هاد الشهر ما غنديروش اخوش، غنمشي للحبس على قبل الحبس. انا ما عارف اشنو سميتك؟ انا سميتي شرفني محمد. محمد شحال عندك من عام؟ 28 عام. 28 عام فاش خدام؟ كندير كاروسه ديال الديسير الدربه دول كنعرف. كاروسه ديال الديسير الى خرجتي الزنقه ما غاديش تقرا فين تبات، ما غادي تشرد. عاودينا محمد. ما هاد السيد هادي باش خرج الزنقه ما عنديش فين غنمشي انا. راه عندي مرا هزه خويا شقيقه. شحال من عام وانت في هاد الدار هادي؟ الدار تزاديت فيها وكبرت فيها. 28 عام. 28 عام وانت في الزنقه في الدار. هي 10 سنين هي ساكنه معانا. اها. شحال هاد العام هذا؟ عمرني ما عرفت شحال هاد العام هذا. خوشي كاش كنشفر كاش كندير كلشي. هاد السيد كاش كنشفر وكنجيب كنعطيها. هاد العامين هادي مابقيتش كنمشي للحبس مع راسي. مش كنبيع ونشري، مابقاتش مصورة مني والو. ولاش باغا دير، ولاش باغا دير لي أي طارة؟ علاش مابقيتش كنجي؟ كنمشي كنخدم كلشي، أي حاجة كندير، أي حاجة قدام حلال كندير. محمد قلت لي، محمد قلت لي بأن ديك راه ديك راه بيك باغا تسافطك الحبس. ها هي السيدة ديك راه هي بيك. لا شوف هاد تسافطك الحبس علاش؟ ما عرفتش علاش اش من سبب غادي تسافطني الحبس. كتستنجد بالحموشي في التحقيق. السبب ديال الصداع هذا كامل، يعني الصداع هذا كامل. علاش طلعت الصداع هذا؟ انا حاط راسي تحت من السدار، جيت لقيت شو ناقص في جوج معاه زدت حوايج وخرجت وبدات كتغوش وكتعيط. هاي خرجت هنا في الزقه وكتعيط عليا في والدي وما دويتش معاه وكاينين الشو ما عيرتها ما ضربتش بوك بني صافي سكتش. انت يا دخل الشهود باش كانت كتعيط. هاي السيد علي مسيفطها ليا. انت كنتي بغيتي تدخل سوق راسك، بغيتي تبقى تبيع وتشري في الحلال، انت وليتي يقلبوك تقلبك على الحبس. السيد انا غادي نسافر الحبس ما عرفتش واش عمرت عليها الدار، ما فهمتش انا راه دار ما رجعت لقاتني فيها. انا ماشي انا بحالك راه هي سبابتو مش بحالك، هي سبابتو مش بحالك. انا رجعت راك شبيخي ما كان فيه والو، لو فيه 100 متر ما تفوتش طريقه، هي ما عرفتش شنو السحور ما عرفتش شنو. هاد السيده عندي كندور كنتلاقى معاها في عراكش، اش كدير في عراكش؟ منين فوق طريه قار ماشي شي واحد عرفتي جات شي سيده اللي خرجت ليها لحياتي. محمد اشنو محمد اشنو تطالب نتايا؟ انا كنطالب كنطالب جلاله الملك ومس الحموشي ياخذ لي حقي من هاد السيده، ما عطاوهاش لي الحق. انا اللي مظلوم راه ماشي هي اللي مظلوم. انا ربي قال لي سير ديك لاريباك، قلت ليه لا. قلت لي علاه؟ قال لي علاش؟ قلت لي راه قلت لي على قبل خويا الصغير. قلت لي راه خويا الصغير قلت لي راه فاش غيكبر غتقول لي خوك راه تبغي تهضر ديك لاريباك. شاهد تهضر؟ انت يا اخوه هادشي اللي كتقول لك انت الصديق ديالو انت ودربهم كبر حدايا جدا كانت ساكنه في الدار هذا وقعوا لهم نزاعات في الساط راه ماشي كيضربوا ولا كيعيروا الله ينعاد الشيطان وصافي هي التجأت الضابطه القضائيه شوف اش قالت لهم دار ليا هاد السيد هذا فهمتيني كنعرفو بيه خير العمر دار حتى واحد الانسان راه درويشه ولكن كيوقعوا بيناتهم نزاعات حيت دار وحده وهي مجوجه بالاب ديالو هو بغى يبني بيت في السطح ما خلوش من حقه هو كياكل رزقه هو دول سمتيني كان كيدير والو حتى ما بقى كيدير والو تفسق راسو كيدير كروسه ديال الليمون كيخدم مع الشوايه كيمشي عند امه كتهلا فيه بحال محمدي ولكن كي هو من الدرف ويكبر كيبقى هنا بالشهاده ديالكم انتم بالنسبه لمحمد شنو تتشوفوا عليه؟ هو قلت لك واحد الانسان هو راه الطفوله ديالو كيداز سمتيني راه ولد الاصل فهمتيني يعني راه الزنقه اللي كتخرج على بنادم التكوين ديالو القرايه ديالو راه هو بحالنا كبر دري بخير وعلى خير الزنقه الدري اللي عمرها دار فهمتيني ولا لا؟ مشاده كلاميه كتوقع بينا وبينا بشي حاجه على شي حاجه خص الموضوع ما يكبرش يبقاو بيناتهم بحال هكا فهمتيني ولا لا؟
هي مرت باه والده مع ولدك الولد خوه يعني حتى هي دم في هذاك الدري يعني راه مشاركين الدم خصها هي تراعي ليه هو راعي لها. هاد الكلمه هاد الكلمه هادي ذكرى ربي باش تسافر الحبس شوفوا نتوما القضيه نتوما. ودابا هي ملي دار كيلارش بين التجأت المخزن ما ضربها ما مسها ما دار ليها والو. ما نظنش انا غادي يضربها باش فهمتيني ولا انا ما شفت شي حاجه بعيني ما سمعت شي حاجه بودني بانه راه ضربها. دابا هي غتكون مشات على قبل المشادات الكلاميه طلع عليها هي الدم حتى هي تقدر تندم تقدر تريح مع راسها وتندم تقول اش ديكلاريت نسيبي وبراجلي ولا راجلي هو الاول ساعه الغاده راه التجأت مشات الضابطه القضائيه انا نقول لكم بيناتهم الصلح فهمتيني ولا لا عيشوا بخير وعلى خير ما يكونش هادشي كاع فهمتوني. هي انسانه بنت درت هي راه عمرها دار كبرت حدانا هو راه خونا راه بحال ولد عمي راه هو الاب ديالو مراضع مع الاب ديالو كبر في الدار. محمد قول لي تقول انت بنا بغيت تسيفطك الحبس وانت ما تدير حتى شي حاجه والهدف عندها وهي تمشي للحبس اشنو تيقول باك في هذه القضيه؟ هو مسكين مغلوف في امره ما عنده مواهب هو مغلوف في امره باك يشوف هذاك الدري الصغير ما يشوفنيش انا با غالبه عليه دايره فيه مبالغ انا قبل هذاك الدري الصغير كي نوض كيلو معاه جوج كلمات كتنوض كتشوف كتخلي لي الدري الصغير راه ما عنديش كون عندي فين نمشي كون مشيت بعد شنو نمو تهنيت راه ما عنديش فين نمشي. ما عندكش البديل ما خدام والو في زمن كورونا يعني الاغلبيه في الناس تقهروا. ما عنديش فين غادي نمشي راه الدار هي اللي فين كنحط الراس راه الدار هذيك كطلعني نهار كطلعني لها الناس حتى الطواليت حاشاكم ركب مشات الطواليت ديال القهوه الدار كطلعني لها الناس عرفت كنطلع حتى 12 جنيه كنطلع ديريكت لبلاصتي عندي اربع شهور في واحد البلاصه سداري كانت شاريه قالت لي ديالي حيداش خلاتني نفرش مهرطه وبونج وخلاني دابا ندخل لك ونصور لك. شنو دابا حق راسك يا محمد حق راسك حق راسك تهدك بانك عندك صوابق ديال الحبس هذا يديفو باش تدخل ليك بهذه القضيه بان عندك صوابق ديال الحبس غنصيفطك الحبس انت تقول بان وليد دير كاروسه بغى نبيع ونشري بغى ندخل سوق راسي بغى نكون بحال الناس يعني هذا الشيء يعني باش انا نتزوج ندير وليدات ياك يا محمد. شفتي شي واحد كره هذا الشيء واحد كره ما خلاتنيش السيده شافتني درت شي كاروسه ديال الديسير هي فاش ناضت الصداعات ناضت البو قالت لي علاش تعطاو باش يبيع ويشري واش هادي باغا ليا الخير وانا ساكن معاها خو ولدها وانا ساكن معاها باغا ليا الخير. اشنو انت طالب محمد؟ انا كنطالب منهم الدار هادي اللي بغيت نوصل لها هي ونوصل للمشاهدين الدار ما غاديش تخرج من الدار هادي. هي الدار هادي واش هادي ملكيه ديالكم؟ ملكيه ديال باك عندك حق فيها الدار ملكيه الدار هادي نهار جات قالتني فيها ودخلت شافني قال لها برا عندي جوج ولاد راه ما كذبش عليها راه قال لها عندي جوج ولاد 10 سنين 8 سنين دوزتها معايا في العز وهاد العامين هادي اللي مابقايش كندير والو تبش راه باغا تدور لي على دار علاش دوزت معايا ديك 8 سنين في العز كنشفر وكنجيب لها خوتي وكيفاش كنمشي كنتشد كتخو على الدار هي داكشي اللي باغي رابحه من كلا الطرفين رابحه معايا انا باش كنكون على برا ورابحه باش كنتشد كتخو على الدار دابا راه مابقايش طفش عيش مابقايش باغي نمشي للحبس باش نمشي ندير 28 عام في عمري باش نضيع شي عامين خرج ولا عندي 30 عام نزيد عاوتاني نضيع نبقى نضيع في طريق هي الله نشرف ما عندي شريه ما عندي لا ولاد لا والو ما كرا ريسه كنجبد بها 1000 ريال المهم كنجبد مصروف في ديال النهار اللي غادي يقد انا مضاربها مع بليشي ومع راسي مضارب مع حتى واحد زاد بنتك مجوج مع بليشي مع راسي مازال ديال انت باقي مجوج باقي ما والو باقي تتمنى دير وليدات دير المستقبل ولكن مع كامل الاسف مشاهد قناه شوف تي في سمعتو شاب قالك عنده 28 عام دوز الحبس قالك ما بقى باغي حتى شي حاجه وباغي يدخل سوق راسو وباغي يبدا يبيع ويشري ولكن مع كامل الاسف كيقول هو في التصريحات ديالو بان مرتك باه وباغي تصيفطو للحبس باش تخوى عليه الدار. انا كنت ضاربه ولا مع الجمعيه تجيب لي شاهد واحد تجيب لي شاهد واحد وحكموا عليا باش ما بغيش يكون هذا الشاهد هذا كيعرف الله الا غيجي شاهد لا يكون كيعرف الله وحكموا عليا باش ما بغيش اللي قال لكم ضربت ولا عارشه. الصديق ديالك هو ضربكم هاد القضيه ديال الضرب ما كاين لا ضرب ما كاين لا معيور ما كاين سمعت الضرب ما سمعت شي واحد يقول لكم ضرب شي واحد يضرب يقول لي راه ضرب فهمتيني ما سمعتش الضرب راه في حي شعبي حتى حاجه ما كتخبى فهمتيني شي حاجه غيقولوا لي الدراري راه ضرب. شنو انت طالب محمد؟ انا كنطالب من السي حموش ومن جلاله الملك نصروني ياخذوا لي حقي ما باغي والو ما غير في النحس ما كنطلب والو كنطلب بس الدري في النحس ما كنطلبش من البنك هاد السيده راه تعمل لها بالباطل مشات ليا الكوميساري الكوميساري غيحكموا عليا على حد الصوابع ديما انا عندي صوابع انا خايف هادشي اللي كاع عندي خصك ما كنتش عندنا بواحد خونا ما عرفتش كيجيو من العائله وما عرفتش شناهو في الكوميساريه ولا واقف معاه في الضافير واه الشريف هادشي كتشوف فيه وقف مع الحق ما تشوفش مع حتى واحد وقف مع دابا الدعوه عندك في الدائره الثامنه الوتهام ديال درب السلطان الفداء
لكن إذا كنت تشوفوا شي مسؤولين بالمنطقة الأمنية الفداء من السلطان تيقول السيد ما مسيتها ما عيرتها ما سبيتها ما شي حاجة، السبب هو هي بغات تخرجني من الدار باش بقات دير كيما بغا وتصيفطني للحبس. هذا حتى الشاهد اللي تيقول لك حنا ما سمعنا حتى شي حاجة في انتظار عباد الله مضرورين، عباد الله ساكنين هنا مضرورين، حتى واحد ما يقدر يدوي، حتى واحد ما يقدر يدوي، عباد الله ساكنين مضرورين، السبان في الصباح وفي العشية وبالليل وبالنهار كيفيقوا بالسبان ونعسوا بالسبان، ولكن حتى واحد ما يقدر يدوي. مشاهد قناة شوف تي في بانتظار بث مباشر جديد في انتظار باش شاب يتنصف. انا تيقولك ما عنديش فين نخرج، الا خرج الزنقه غادي نولي بزاف الحوايج، ما بغاش ندخل الحبس، كنت ندوز الحبس، كنت ندير بزاف الحوايج، كنت نخطف تنشفر، ولكن دابا دخلت في راسي باغي ندير المستقبل ديالي، باغي نبقى نبيع ونشري. نتمنى يكون الصلح بيناتهم، فهمتيني ولا ما يبقاش يتكرر هادشي، فهمتيني ولا ما تتبلى عليه وما يتبلى عليه.